86 اللي مات الثلج وبنادم مازال تحت الارض. بنادم راه باقي تما مردوم وباقي تحت الارض، الناس باقي تحت الارض، مازال ما خرجوش الناس، بزاف ديال الناس باقي تما. السلام عليكم، مساء الخير، شكرا على القناه. كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير، هاد المحسنين اللي كيجيبوا هاد الاحسان وهاد الصدقه وهذا، الله يجزيكم بخير. انا كنتمنى منكم تطلعوا لواحد البلاصه اللي هي قنتافه، الله يجزيكم بخير. امزغني الجوكاك، فوق من الجوكاك، ان هذا الشيء اللي كتجيبوا كيوصل للجوكاك، ولكن واحد البلاصه اللي هي مهمه، انا كنت فيها انا وتريبات عليا الدار تما، ولا شفت الحالات اللي كاين تما، لا حول ولا قوه الا بالله، الناس ما عندهمش الماء يشربوا. الله يجزيكم بخير، يطلعوا لقنتافه، البور قنتافه، ويطلعوا للواد اللي هي تال فوق، الله يجزيكم بخير. راه كاينين الناس تما ما عندهم ما ياكل ما يشرب، حتى اللي بغى نساعده ما كاين حتى مشكل. انا هنا فاسني يسول عليا التليفون ديالي 06-63-75-70-27، اللي بغى نمشي معاه رجليا برجلو، الله يجزيكم بخير. اللي بغى الاحسان لهاد الناس، راه الناس بقاو تما راه تكرفسوا، الناس تكرفسوا. الدوار اللي كنت فيها انا راه ماتوش 86 واحد، وباقي الناس تحت. شحال ماتت؟ شحال ماتت؟ 86 ماتت 86 80 86 اللي مات الثلج، وبنادم مازال تحت الارض. وانا جيت منه هاد العشيه، راه جيت نص الطريق، جيت على رجليا، والله يجزيكم بخير. الا كاين المحسنين واللي كيسمعني، العرب ولا الشلوح، حيت قام الشلوح ولا تقام عرب، تصنتمي، الله يجزيكم بخير، والله يرحم الوالدين. وهالولد اللي معايا حتى هو اللي كنزل معايا، غادي نعطي المكان، الله يخليكم. هاك واخا سيدي، قلت لك اسيدي دابا المعاونات تيجيو للسونتر، تيبقاو تما صافي، تيتفرقوا تما، راه خص المعاونات تطلع لدوك الدواور اللي ليهم البيس. المشكل دابا تيجيو المعاونات، ماشي ما تيجيوش، ولكن تيبقاو في السونتر. الناس اللي متضره بزاف راه كاينه في الجبل، راه ما لقاو حتى الخبز، خبز ما لقاوش، الخبز ما لقاوش، الخبز ما لقاوش، والماء حتى هو. وملي هبطنا كيطلبونا ملي هبطنا تيطلبونا، قالوا لك الله يرحم الوالدين، الا كاين شي محسنين صيفطوهم. والديور رابو، والديور ماشي هي رابو، راه مشى ما كاينينش، ما كاينش الدو، الناس في الزنقه، ما كاين لا دار لا والو. بنادم ميت تما ما لقات اللي يدفنوا، ما لقاو، يعني البشر باقي ما كاين اللي يدفنوا، باقي محطوط في الارض، ما كاينش اللي يدفنوا، محطوط تما من فوق في الريحه. هادي امر غريب اخوان متتبعين قناه الحوار بريس، قال لك الانسان جثه مازال محطوطه في الارض، ما كاينش اللي يحفر. بنادم راه باقي تما مردوم وباقي تحت الارض، الناس باقي تحت الارض، مازال ما خرجوش الناس، بزاف ديال الناس باقي تما، باقي ما وصل عندكم حتى واحد، باقي ما كاين تحت. كنتمنى انا من المحسنين، كنتمنى من الجمعيات، من الناس، جميع الناس اللي كيسمعني، الله يجازيكم بخير. من هذا المنبر هذا كنتمنى لكم المحسنين ولا الجمعيات اللي بغى يجيب شي حاجه، انا التليفون ديجا قلتها وكنقول لكم الله يجازيكم بخير. انا فاسني، اللي بغى يعيط ليا بغى نساعده ما عندي حتى اشكال، بغى يمشي رجلو برجليا ما كاين حتى اشكال، حنا ما بغينا والو باش غير نعتقوا هاد الناس ونساعدوهم. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا شكرا شكرا. اذا الاخوان متابعين قناه الحوار بريس، هاد الناس صرحوا بان الجثث من نهار اللي بدا الزلزال باقيين مجبرون، شكون اللي دفن هاد الجثث، وبالتالي كيباتوا في الزنقه، وغير بث في الزنقه يقدر الانسان يصبر يبث في الزنقه، ولكن ما يصبرش على كرشوك، راه كيموت بالجوع، الا ما مات بالردم ديال الزلزال كيموت بالجوع. لدرجه ان اخوان المتتبعين قناه الحوار بريس والمشاهدين، اننا خصنا نشوفوا الامر، هذه المساله هذه هي ظواهر طبيعيه، فعلا ما خصناش اننا نتقلقوا من ظواهر طبيعيه او ظواهر كونيه اللي عطاها الله، ولكن فين كنتقلقوا هو اننا خصنا ضروري نديروا اليد في اليد باش نقضوا اخوان ديالنا المغاربه، ونقدر الاخوان ديالنا المسلمين، والمغاربه معروفين بالكرم والجود. شكرا على المتابعه. اذا هذا الفيديو خصو يوصل للمسؤولين وللناس، المجتمع المدني والناس المتطوعين، يبادروا في هذه العمليه هذه، لان حاله كارثيه في هذه البلاد، هذا السيد هذا. وشكرا. ميرسي، بارك الله فيك، شكرا.